عليكم. اليوم عندنا درس جديد اللي هو lesson 2 page 77 okay, من unit 6 طبعا. في هذا الدرس عندنا موضوع جديد هو عليكم. هذا الموضوع عنوانه هو past tense. past tense. past tense يعني الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط. شنو يعني ماضي؟ ماضي يعني كل شيء صار وانتهى بالماضي، ممكن قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل يوم، قبل أسبوع، قبل سنة، أوكي؟ ودائما الدليل عليه هي كلمة yesterday. هاي حجر خط جواها، هاي كلمة yesterday بعوها، yesterday. yesterday يعني البارحة، فمن البارحة معناته فشي صار البارحة قبل يوم، ف past tense هذا ماضي بسيط، أوكي؟ الماضي هو الشيء اللي صار بالماضي، ماذا يصير حاليا؟ لا، إذا يصير حاليا فهو مضارع، أوكي؟ بس إذا كان صاير قبل ساعة أو يوم أو أكثر هذا نسميه ماضي بسيط، أوكي؟ الدليل عليه هي دائما نلقى بالجمل كلمة yesterday. yesterday يعني البارحة، فأنتم من تشوفون كلمة yesterday معناته أكو دا يحكي هاي الجملة دا تحكي عن شيء صار بالماضي، أوكي؟ بس دائما بالجمل يستخدمون الأفعال. أنتوا شايفين ملاحظين بالجمل من أقولكم سووا لي sentence جملة، تستخدموا لي go, play, swim, eat, write, is, are, am، أوكي؟ تستخدموا لي هاي الأفعال. بس هاي الأفعال منو تستخدموا ليها؟ تستخدموها بشكلها بالمضارع، ما تستخدموها بالماضي، لأن أنتوا ما تسوون جملة عن الماضي، تسوون جملة عن المضارع، عن الوقت الحالي، أوكي؟ بس إذا أردنا نسوي جملة على فد شيء صار بالماضي ولازم نستخدم أحد هذني الأفعال، مثلاً play, do, eat, go, for example، على سبيل المثال، أوكي؟ من نريد نسوي جملة بزمن الماضي ولازم نستخدم الأفعال هذني، هذني الأفعال إحنا ما يصير نستخدمهم بهذا الشكلهم، أوكي؟ هذول الأفعال اللي هي go وال swim وال eat مثل وال write مثل ما قلت لكم، عندهم شكل بالمضارع اللي انتو تعرفوه دائما تستخدموا ليه اللي هو أنا سدا أقوله، بس عندهم شكل بزمن الماضي يفرق عن زمن المضارع، أوكي؟ على سبيل المثال احنا شكلنا بهذا الوقت يفرق عن شكلنا بالماضي، مو هم همين هذول الأفعال عندهم شكل بالوقت الحاضر اللي انتو دائما تستخدموه بزمن المضارع يعني، وعدهم شكل بزمن الماضي. على سبيل المثال هاي كلمة go، أشر جواها بالمربع الأزرق، go. go يعني يذهب بالمضارع go، أوكي؟ هذا شكلها بالمضارع، أوكي؟ بس لما نريد نستخدمها بزمن الماضي ما نستخدم go يذهب no، نستخدم went. باو هاي الأشارة عليها، went يعني ذهب، أوكي؟ فهي go وباقي الأفعال عندهم شكل بالمضارع وعندهم شكل بالماضي، أوكي؟ فأنا إيش راح أسوي لكم؟ راح أسوي لكم قائمة للأفعال، أوكي؟ الأفعال اللي هما بزمن المضارع اللي أنتوا أكثركم تعرفوها مثل ما go, swim, eat, write، أوكي؟ تعرفوها أنتوا، بس بالزمن الماضي ما تعرفون شكلها شلونه، أوكي؟ فراح أسوي لكم قائمة للفعل بزمن المضارع وراح وقدامه راح احط لكم شكله بالماضي، اوكي؟ وكذلك معناه يفرق، يعني مثلا go بالماضي يعني يذهب، بس بالماضي لان صار شيء ماضي معناته ذهب، ذهب شيء في الماضي صار، اوكي؟ بعد عندنا play، كلمة play I play بعوها، I play with my friend، أنا ألعب مع أصدقائي. yesterday هاي شوفوا الجملة اللي قبلها، yesterday البارحة I played، مع شكلها ضاف لها ed، هي ما راح تفرق المرات الأفعال شكلهم بالماضي ما يفرق كلش، مرات يضيف لهم بس ed للفعل، ومرات إذا كانت شاذة راح يغير الفعل تقريبا شكله كله، okay؟ yesterday I played، البارحة لعبت. ليش؟ لأن بالماضي لعبت مو ألعب، ألعب يعني بالحاضر، لعبتوا بالماضي، أوكي؟ وبعد عندنا بعد أفعال شكلهم بالمضارع
يفرق عن شكلهم بالماضي، بس بيهن شكلهن يعني مو كلش راح يفرق، بيهم فقط يضيفوا لهم ايدي اذا كانوا هما قياسيه افعال قياسيه، او بيهم لا راح يغير الشكل كله، مثل go بعد شكلها بالماضي went غير الاحرف تقريبا كليتها، هي كلها تغيرت، بس بع play فقط ضاف لها ايدي بالماضي. تمام، انا حنطيكم اياها هسه هذه الفيديو حتى تاخذون الشرح، وانزلكم قائمه بالافعال اوكي، حتى بعدين نحل انا وياكم هذا التمرين اوكي.